48 ساعة أدمت شمال غرب سوريا. عسكرياً تكبد مقاتلو الفصائل المعارضة المسلحة وقوات النظام خسائر بشرية قاسية وثقيلة، عشرات القتلى ومئات الجرحى والمعارك بين مد وجزر. بالنسبة للمداريين القاطنين في ريف إدلب الجنوبي لم يكن الوضع أقل تصعيداً. تسببت الغارات الجوية التي طالت مدناً وبلدات عدة بمقتل العشرات. القصف طال أيضاً طواقم إسعاف في بلدة معرة النعمان في المحافظة. ومع سيطرة هيئة تحرير الشام النصرة سابقاً على كامل المنطقة، يزداد التوتر ويرتفع مستوى التصعيد العسكري في إدلب وجوارها. ازداد استهداف الطائرات الحربية السورية والروسية لمناطق عدة في ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي، ما يسفر بشكل شبه يومي عن سقوط قتلى في صفوف المدنيين، وباتت القرى شبه خالية من سكانها. إدلب المحافظة التي يقطنها حوالي 3 ملايين شخص تخضع بالمبدأ إلى اتفاق روسي تركي ينص على إقامة منطقة منزوعة السلاح، لكن تفاهمات أستانا بين موسكو وتركيا يراها عدد من السوريين أنها تحولت إلى تباينات في سماء إدلب وعلى أرضها. جابر الجودي، العربية.